السلام عليكم، كنقدم لكم نفسي. معكم سيمو البرقادي ابن مدينة الجديدة، مترو 90 خالي من الدهون، الهواية ركوب الحمير وتسلق أشجار. 14 فبراير أخويا هو العيد ميلاد ديالي، وهو النهار هو عيد الحب بالذات والصفات، يعني النهار اللي تزاديت فيه، ورغم ذلك عمري ما احتفلت به. كنكتبش عليك أنايا كنآمن بشي حاجة الحب، إلا كنتي كتآمن بالحب نيت ديال بصح، هو انك اللي بغيتي شي انسانه تقصدها لباب الدار ديالهم وتدق عليها وتدخل من الشر من الباب، ماشي من الشرجم، ماشي بحال هادو دابا اللي كيحتفلوا حاليا، جيب لصاحبته نونوس ولا جيب لها الدب ولا جيب لها باكيت الشوكولاط وكاري دار كيديها يبرتشا تما. انا خويا انا ضد هاد الفكره، اسمح لي فهمتيني. انا كنقول هاد الرساله للاباء والامهات والاولياء، على قبل هاد الرساله بغيت توصل لجميع المنازل الاسر المغربيه، يعني بغيت نقول لكم حدو بناتكم في هذاك النهار بالذات والصفات، هذاك النهار بالذات والصفات اللي كيوقعوا فيه بزاف الحوادث اللي خطيره، اللي كتؤدي الى الحام، اللي تؤدي الى شنو نقول لك، الدريه تفقد الشرف ديالها، بزاف الحوايج كيوقعوا خويا في هذاك النهار بالذات والصفات. انا كنقول لك اختي ما تبيعيش شرفك على قبل باكيت الشوكولاته وعلى قبل الدب ولا نونوس ولا قبل الورده. ورده راه ماشي شي حاجه، ما فهمتي، الا كان انسان كيبغيك وكيحترمك ويقدرك راه هو يجي عندك لداركم، يدخل لك من الباب، ما يدخلش من الشرجم، يجي يخطبك. هذاك هو داك النهار عيد الحب. عيد الحب داروا الناس الازواج، الناس المزوجين، حتى احتفل به مع مرته وخرجها شي ريستوراسيون ولا داها شي بلاصه شي مكان اللي زوين كذا، عرض عليها راه مرته كتسمى حلال وطيب عليه. اما انت مصاحبه معاه وكتقري في الليسي، انت اصلا عايشه في الصخره، اللي شاطت من فلوس خبز واللي شاطت من فلوس مناضه، هو كذلك مثال عنده سوا سداري عايش مع والديه فهمتيني، بيتو كوزينه وسربيس على الكابينه مزاحمين، عندهم ابو شانطه ومانطه وحصيره وبوطه صغيره، وتجي ويجي كيكذب عليك باسم الحب ويجيب لك ورده ويجيب لك شوكولاته ويجيب وكاري لافيس مع صاحبه وكاري سروال مع صاحبه طالب هذاك الشيء، ويجي عندك ويكذب عليك وماشي واخد ساروت مع صاحبه وقبل البرتوش. هذا النهار هذا اليوم ديال العيد الحب اللي كيوقع فيه الكراء كتكون عليه نسبه الطالب كثيره، كراء بزاف، يعني الناس كتكون نسبة الطلب ديال الكراء كتكون بزاف، يعني وهاد النهار كيوقعوا فيه بزاف الكوارث. لهذا انا خرجت بهاد الانترفيو بغيت نعبر على الاراء ديالي، وكنقول لكم رسالة لجميع الفتيات والشبان، ان عيد الحب راه دار المتزوجين، ما دارش الناس المصاحبين. مشيت تلبس قميجة حمراء وتجيب معاك كرافاطة وتجيب معاك باكيت شوكولاتة ونونوس وتضحك على الدرية فهمتيني. النهار اللي كيكون فيه الرازاج كومبلي، كلشي محسن، كلشي مقاد، كلشي مصوب، هادشي راه خاصو يكون ديما، الحب راه خاصو يكون دائما فهمتيني. انا ما كنحتفلش به، انا كنطلب حاجه واحده من هاد الحيد من هاد النهار اللي تزاديت فيه بالذات والصفات، ما كنطلب لا مال ولا حتى شي حاجه، كنطلب حاجه واحده، لان حنا كنعيشوا دابا حاليا في الجفاف، كنطلبوا الله يلطف علينا وتصب الشق، هذا هو الطلب ديالي في هاد العيد الحب فقط، هادشي اللي كنقول لكم انا. اما بالنسبه للدريه بدا تقول لها تجيب لك نونوس الدب هادي، وهي شاري لك باكيت الحسان باكيت الحسانه، وجيب لك ديودورون وجيب لك بارفان، هادي راه كدل على انك انت موسخ ما مهليش في راسك فهمتيني. حيت كون كانت عارفك النقي ما تجيبش لك باكيت الحسانه وتجيب لك ديودورون وتجيب لك صابونه وتجيب لك فوطه معاها. اسمح لي، هاد الحب راك الناس اللي كيعرفوا ليه هما الناس المزوجين، هو الدار الناس اللي مزوجين اللي كيستاهلوا، لحقاش على سنة الله ورسوله مزوجين، تلا احتفلوا به كيحتفلوا بشي حاجة اللي حلال طيب فهمتيني، كتكون ذكرى ديال عيد الحب كذا هذه احتفل بها. حنا ما كنقولوش لكم حنا ماشي ضد الحب فهمتيني، ولكن ما بقاش هذاك الحب اللي كنا كنعرفوا حنا شحال هذه ديال الأيام، الجيل الذهبي اللي حنا حضرنا ليه، لأنك كنتي كتبغى تعرف على درية خاصك تطلب لك مدة شهرين ثلاث شهور وانت كتصيفط لها في الرسائل، فين ما هي من الرسائل، ما كاين لا تليفون ما كاين لا والو، كنتي كتبقى واقف على الدرية تسناها، كدير معاك الخمسة الربعة وكتبقى تلفت هنا تلفت هنا وتسناها باش تجي، وملي كتجي كتماط لها يدها وكتسلم عليك، ما كاين لا لابيس لا والو. دابا راه الدرية ولات كتبيع الشرف ديالها على قبل الركبة في الطونوبيل، على قبل الركبة في الموتور، علاش؟ علاش ولينا في هذا الزمان الدرية كلمة جوج كتقول لك يلا نمشي معاك؟ معك كامل احتراماتي لبنات الناس، انا ما كنعطاكيش كلشي، ولكن كنقول راه كاينين النسبه ديال 80% 70%
ديال الدريات اللي خارجين لواحد الطريق اللي خايبه. لهذا علاش دابا نسبه الرجال ونسبه الشباب ما بقاوش كيميلوا للزواج؟ انا غنجاوبكم علاش. لحقاش ولاو كيشوفوا شي حاجه اللي غريبه. الدريات ما بقاوش كيحتارموا لا في اللبس لا في الهضره. الدريات ولاو كيخسروا هضره اكثر من الدري. الدريات ولاو يلبسوا شي لبس اللي مثير بزاف. يعني كنقول هادشي علاش ما بقاش دابا كتصب الشتا، لان الرجلين مهزوزين السما اكثر من اليدين. كنولينا كنشوفوا شي حوادث اللي خطيره. واش دري يا صاحبي كيوقف على الطوموبيل وجو بحال لفته كيركبها؟ شحال هادير كانوا كيموتوا على الزين. الدريات كتموت عليك واخا ب 10 زريعه، تموت عليك واخا تكون لابسه سندات الوضوء. دابا لا، دابا ولاو المظاهر خداعه. لي زابارونس بارفوا تخابو، يعني ما تهركش المظاهر. الطوموبيل نقدر نكرا ب 4000 ريال دابا ونهزك نديك ندير فيك ما بغيتش، ولكن لا، واش غندير مع الله؟ تحرموا من الجنه. بيان سير حور العين، فين هما الويدان وفين هما داك كيسان ديال لافوكا اللي موعدين النبي من تما؟ راه كاين تما كاين ميدار. كذبش عليك، عمري احتفلت بعيد الحب في حياتي، واخا عيد ميلاد ديالي. اقسم بالله العظيم اللي فكرني في هذا العيد الحب هو طاحت لي لاكارت مشيت نصوبها، قيدوا لي 14 فبراير هي ديك اللعيبه ديالي، وانا في الزيد وانا نتفكر ونقول العيد الحب ناري نهار اثنين كذا يا ري، ونقول والله حتى غادي ندير لقاء صحفي مع اش واقع وغادي نقول لهم اش واقع بالذات والصفات. عيد الحب كذبش عليك، ما عمرني درت شي تجربه ديال العيد الحب صراحه، فهمتيني؟ حيت ما الحب انا اللي بغيت شي دريه ولا حبيت شي دريه ولا شي حاجه غنقصد دارهم، غنمشي لدارهم وندخل من الباب. هذاك هو عيد الحب بالنسبه لي انا. اما باش نبقى ندور بها انايا بسندالة ديال الوضوء ندور بها نقص بها في البحور وندير نوكل في الزريعه ونبدا نكذب عليها ونغرها ونقولها شوفي لا شوفي السما كي دايره، شوفي البحر كي داير وكذا. والدريه مساكن دابا في هذا الجينيراسيون اللي طالعه راه بحال دانون اكتيفيتي غير تاكل دماغها، ساهلين مالين، كلمه جوج كطيح بالحب. الدريه مساكن دابو مع حاتم مع عمور ومع هذا الايهاب امير، فهمتيني؟ راه بزاف هادشي فهمتيني. خرجوا عليهم سعد مجرد، خرج عليهم هاد المغنيين اللي خارجين دابا حاليا، خرجوا عليهم. الدريات ولاو كيتاثروا بالموسيقى ولاو كيتاثروا بالطوموبيلات ولاو باغيين يركبوا، باغيين من الحماره للطياره، ماشي بحال الجينيراسيون اللي كانت شحال هادي. كانت الدريه صاحبي كانت عندها قيمه، لا بغى يديها الراجل وحق الرب العلي الجالي، لا بغيتها تشوفها كتشوفها من الشرجم للدارهم وتبقى تسنى فيها وروينه وتقول لك خوتي قباح والله ما تقدر تهضر معاها. حتى دابا راه ولات كلمه جوج خو هذه من حداك سميتو نوفل، واش كتسنى من واحد سميتو نوفل، واحد سميتو الياس، واحد سميتو ريان، واحد سميتو نعمان؟ اه كانت سميه كانت حرشه شحال هذه، كانت سمع جاوه طارق بعبول سطيكا ايبا يقرصوك. دابا لا ما بقاش هذاك الشيء. دابا الدراري ولاو الدراري رطب من الميرون، الدري كيبان لك مقفل السروال بحال ساقي بحيره ديال الدلاح، فهمتيني؟ والدري اصلا عايشه مع والديه، عايشه من السخره، هذاك اللي شاط من فلوس خبز اللي شاط من فلوس مناضق وغيجي وهي كتقول ليه فين غنسكنوا فين غنعيشوا. حتى الدري مسكين ما لقيتش فين يعيش، هو اصلا عايشه مع عايشه بالصبر لاصقه بالدفال، وتجي تكملي عليه تقولي ليه عيد الحب؟ اش من عيد الحب؟ خويا فكر مزيان قبل ما تشري هذاك النونوس، راه كاينين ثلاثه طاكوس اربعه طاكوس تقدر تاخذهم بهذاك 100 درهم اللي غتاخذ بهذاك النونوس، فهمتيني؟ راه غتجيب لك جالوقه، غتجيب لك ديودورون، تجيب لك صابون ولعيبات. اخويا راه غطيح منك. انا بعدا ما نكذبش عليك، انا تكون صاحبتي ولا خطيبتي ولا مرتي تجيب لي ديودورون ولا صابون ولعيبات غنعرف راسي انني موسخ. كذبش عليك والله. يعني رساله كنقولها للامهات والاباء، ماشي بنتك تقول لك راه غادي نبات مع بنت خالتي ولا غنبات مع صاحبتي فاطمه الزهراء ولا نوال ولا ايمان، راه ما كاينش باتي. هذاك النار بذاته الصفات راه كيقعوا فيه الحوادث السير المميته اللي تؤدي الى اغتصاب واللي تؤدي الى هتك البكاره. ما تجيش عندك بنتك تقول لي تقول لك هذه كاد راني حامله، وقعوا فيه بزاف الحوايج. علاش الناس بذاته الصفات حتى هذاك العيد عاد كيحسن وجوه عاد يحسن طواب كوع؟ علاش هي حتى النار العيد عاد بدات تحسن الاخلاق ديالها وتحسنش الفاظ ديالها؟ علاش؟ علاش ما نكونوش واقعيين ونعيشوا الحب دائما؟ الحب هو نطلبوا الله على الشق، طلبوا على شي حاجه، ماشي تلاقى مع واحد لابس قميص احمر ويجيب لك ورده ويكذب عليك وينافقك ويكاري برتوش ومسلفو مع صاحبو بساروت سيمانه ومرقد لصاحبو بحال الحامضه باش يجي ياخذ ساروت مع صاحبو يديك البرتوش. اختي راه هادشي اللي غنقول لك راه هادشي غتعيشيه راه موفي زافيغ. كنقول لك اختي راه غادي تقدري تطيحي في شي غلط اللي خيب بزاف. انا كنقول لكم انا راه كنقول لكم كندق ناقوس خطر من مدينه جديده، وانا بصفتي كمغربي وكمواطن كنموت على بلادي وعلى الملك ديالي. كنقول لكم هذه الرساله، كنقول لكم كندق ناقوس خطر، حدوا ولادكم وحدوا بناتكم. راه هادشي اللي غيوقع نهار اثنين راه كارثه، راه هادشي علاش مابقاش كتصب الشتا، راه الرجلين المهزوزين السما اكثر من اليدين.
واه كنقولها وكنعاود نقولها، كندوق ناقوس خطر حدو بناتكم، ما تقولش لك بنتك راه غادي نبات مع صاحبتي ولا كذا، خاص يكون شويه الزيار وحدو بناتكم ما تعرفوش، ملي تشوفي بنتك مدخله نونوس ولا دب شدي يدين امها دقدقيها، تعرفي هذاك النونوس منين جاي؟ كيفاش وعلاش؟ وقلبي بنتك داع الطبيب قبل ما يفوت الفوق فوت الاوان. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.